فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأصله لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة والدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف ألف تحية والسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد.